اتواصل معهم بالنقاب على سبيل المثال. طيب يعني على سبيل المثال دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قال انه قرار منع المتنقبات من التدريس ده مخالف للقرآن وللدستور، رد حضرتك ايه؟ يا فندم النهارده مع احترامي وتقديري للدكتور ياسر برهامي لا يستطيع ان يفرض رايا فقهيا على الاخرين. ايضا الجامعه استفتت المؤسسات الرسميه في مصر وافتوها بهذا الامر انه يجوز، ولذلك النهارده في مساله يختلف فيها الناس والعلماء لا يمكن. اذا كان كلام الشيخ برهامي صحيح يبقى 99% من شعب مصر الذين لا يرتدون النقاب يخالفون القرآن، وهذا لم يقل به أحد. ولذلك النهاردة أنا بأقدر رأي الشيخ برهامي أو الدكتور برهامي إذا قال أن رأيه كذا، أما أن يقول بحكم قاطع وعام أن هذا القرار يخالف القرآن ويصادمه، لعمري هذا أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق، لا يمكن قبوله على الإطلاق. ولذلك النهاردة ليس سيادتي مع احترامي له هو المرجعية الدينية في الدولة المصرية، المرجعية الدينية للأزهر الشريف. وعايزك النهاردة استكمالا للي أنا بقوله ده في برنامجك اطلبي فضيلة المفتي وخدي رأيي. حضراتكم خدتوا رأيه؟ هل حضرتك وانت بتعمل القرار ده خدت رأيه فعلا؟ يا فندم هذه مسألة محسومة بآراء فقهية من دار الإفتاء منذ مدة طويلة. أنا بقول لك أهوتي اطلبي فضيلة المفتي الدكتور محمد شوقي علام وخذي رأيه في قرار جامعة القاهرة. هو الدكتور أسامة القوسي زي ما قلت من شوية الداعية السلفي والباحث في شؤون حركات التيار الإسلامي هو نفسه قال إنه النقاب ليس فريضة ولا واجب ولا هو ركن من أركان الإسلام، وقال إن في قاعدة فقهية بتقول إن حكم الحاكم يمنع الخلاف، وانه لو ولي الامر راى من موقعه ايا كان موقعه بقى، لو كان رئيس جامعه ولا رئيس ولا ايا كان موقعه، ان ارتداء النقاب وقت العمل بيمنع اداء العمل على اكمل وجه، انه ممكن يمنع هذا النقاب. يعني كلامك ده كلام جميل، ما اقدرش اقول في حاجه. يبقى هنا بيؤصل لايه؟ بيؤصل ان الامر يحتمل هذا الراي وذاك، فإذا ما ذهب البعض إلى رأي الدكتور أسامة، وأنا بقول لك النهارده أنا المرجعية الرسمية ليا الأزهر، أنا المرجعية الرسمية بعد إذنك يا دكتور المصري هو الدكتور محمد شوقي علام، اطلبيه النهارده وسألي. حضرتك خليك معايا يا دكتور، عاوزة يبقى معانا على التليفون دلوقتي المهندس عبد المنعم الشحات القيادي بالدعوة السلفية. لا بعد إذنك الإسكندرية. بعد إذنك يا لا معانا بس إذنك. هو هنسمع رأيه بس ونرجع لحضرتك. اتفضل يا أستاذ عبد المنعم، خليك معانا يا دكتور بس دي أول. لا يعني وسع صدرك لينا بس يا دكتور، احنا بنتناقش على الهوا يعني. توسيع الصدر. اتفضل يا باشمهندس. انا ما بناقش امر فقهي يا فندم، انا ما بناقش امر فقهي. احنا لو انت احنا عايز احنا هنسمع رايه كمواطن مصري يا دكتور. دكتور جابر بعد اذنك بس نسمع رايه كمواطن مصري. اسمعيني لو سمحت. لو عايزه راي فقهي، لو عايزه راي في الدين، انا مش رجل دين، لو عايزه راي في الدين اطلبي فضيله المفتي علشان يكلم الدكتور عبد المنعم. هو هيكلمنا كمواطن مصري. الراي الذي قاله وسع صدرك معانا يا دكتور جابر، اسمعنا بس.